السلام عليكم، مرحبا بكم في منصة تيوب. يقدر احتياط أفريقيا من النفط بنحو 125 مليار برميل، وهو تقريبا نصف ما تمتلكه المملكة العربية السعودية. وخلال العام الماضي بلغ إجمالي الإنتاج في أفريقيا من النفط حوالي 371 مليون طن. لكن رغم كل هذه الثروات فتعتبر أفريقيا من أفقر قارات العالم، وتعاني معظم الشعوب في أفريقيا من الحرمان والفقر بسبب ظلم الحكام وسوء التسيير. في هذا الفيديو سنتعرف على أكبر 5 دول منتجة للنفط في أفريقيا، لكن قبل ذلك الحين المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديد الفيديوهات. في المرتبة الخامسة مصر. تمثل مصر أكثر من 2% من إجمالي إنتاج الدول العربية من النفط، وحلت مصر في المركز الخامس بقائمة أكبر الدول الأفريقية المصدرة للنفط بإنتاج بلغ 559 ألف برميل في اليوم. في المرتبة الرابعة الجزائر. تعتبر الجزائر من بين الدول الغنية بالنفط والغاز، وهي عضوا في منظمة أوبك الخاصة بالدول المصدرة للنفط في العالم. ولقد ارتفع إنتاج الجزائر من النفط الخام إلى 959 ألف برميل في اليوم، لتكون في الترتيب الرابع أفريقيا. في المرتبة الثالثة أنغولا. تعتبر أنغولا من البلدان الغنية بالنفط في أفريقيا، وتحتل المرتبة الثالثة أفريقيا في إنتاج النفط الخام، حيث بلغ إنتاج أنغولا من النفط الخام حوالي 1.11 مليون برميل في اليوم. في المرتبة الثانية ليبيا. لقد عانت ليبيا من حروب أهلية دامت 6 سنوات ما بين 2014 و2020 بين 4 منظمات بهدف السيطرة على البلاد، ولقد نجحت ليبيا في العودة إلى تشغيل جميع محطات إنتاج النفط. ولقد احتلت ليبيا هذا العام المركز الثاني بين الدول المصدرة للنفط الخام في أفريقيا بإنتاج بلغ حوالي 1.21 مليون برميل من النفط في اليوم. في المرتبة الأولى نيجيريا. تصدرت نيجيريا قائمة أكبر الدول المنتجة للنفط الخام في أفريقيا بإنتاج بلغ 1.27 مليون برميل في اليوم. ورغم تصدرها أفريقيا تعاني نيجيريا من مشاكل أمنية كبيرة، ويوجد داخل البلاد الملايين من الفقراء والمهمشين رغم كل هذه الموارد الطبيعية.